بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. العظام هي لها أهمية كبرى في جسم الإنسان، وهي تعطي الدعم الهيكلي والشكل المطلوب، لكنها تصاب بالعديد من الأمراض التي تؤثر على مرونتها وحركتها. معنا لمناقشة هذا الموضوع الدكتور كمال أحمد، وهو أخصائي جراحة عظام ومفاصل. أهلا بك دكتور. دكتور، قبل مناقشة هذا الموضوع سنذهب لمتابعة هذا العنصر ونعود. أمراض العظام هي الاضطرابات التي تؤثر في سلامة البنية العظمية وتتسبب في ضعفها، وتتعدد أنماط الأمراض العظمية لتشمل هشاشة العظام، الكساح، تنخر العظم، التهاب المفاصل، متلازمة كوفن-لوري، خلل التنسج الليفي للعظم، كسر العظم، ورم الخلايا العملاقة في العظام، كسر الغصن الصغير، أمراض العظام الإيضية، الورم النخاعي المتعدد، التهاب العظام الليفي الكيسية، التهاب عظمي العانة، التهاب العظم والغضروف السالخ، ورم عظمي غضروفي أي سرطان العظم، تكون العظم الناقص، لين العظام، تصخر العظم، ضرط التعظم المتخلخل، سوء التغذية العظمية الكلوية، انحراف العمود الفقري جانبا، وتورم الركبة. تتعدد العوامل المسببة لأمراض العظم اعتمادا على نمط المرض، وتتمثل بما يلي: الاضطرابات الجينية، العدوى، الاضطرابات الصمائية، قصور الغدد الترقية، أورام العظم، ابيضات الدم، اضطرابات نخاع العظم، الكسور العظمية. قد يشمل علاج أمراض العظم والمفاصل عددا من التدابير التي تعتمد على العامل المسبب للإصابة، وتتمثل بما يلي: العلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، العقاقير الدوائية، زراعة نخاع العظم، وباقي العلاجات الجراحية المتعددة. دكتور، أولا ماذا نقصد بأمراض العظام وما هي أنواعها؟ شكرا جزيلا. هو الجهاز العظمي، يعني العظام المفاصل، هو الجهاز الحركي بصفة عامة، لأنه العظام المفاصل داخل معاه العضلات وداخل معاه الأربطة، لأنه هو الإنسان يتحرك ما هو إلا بالعظم، يعني كي يتحرك لازم يتحركوا العضلات، لازم تتحرك الأوتار. هذا الجهاز اللي نسميه الجهاز الحركي كيفت جميع أجهزة الجسم، قد يصاب بجميع أنواع الأمراض المتصورة، يعني قد يصاب بالتهابات جرثومية، قد يصاب بالتهابات أخرى غير جرثومية، قد يصاب بأورام، كل مرض محتمل في الجسم قد يصاب به العظم كأي نسيج. نعم. ما هي أمراض العظام الأكثر شيوعا؟ شوف، في حسب التصنيف نقدر نقوله فم أمراض التهابية، يعني أمراض التهابات. التهابات اللي نقولوها فيه نوعين من التهابات، فيه الالتهابات الجرثومية والالتهابات غير الجرثومية. الالتهابات الجرثومية هي عن جرثومة تدخل في النسيج، يسوى عن أي طريق، يسوى عن طريق الدم، يسوى عن طريق الفم السنين، يسوى عن طريق جرح، مهم تدخل الجسم، ولين تدخل الجسم في مرحلة معينة تنتقل شور العظم أو المفصل وتصيب العظم والمفصل بهذا المرض الجرثومي. يعني هذا نوع التهابات جرثومية، ومن أكثر الأمراض شيوعا ومن أخطرها خصوصا عند الأطفال، يعني حالات تجينا فظيعة، ربما ندخل في التفاصيل. هناك أمراض التهابات لكن غير جرثومية، التسمعين قال الروماتيزم. الروماتيزم عبارة عن التهابات تصيب المفصل، غير ما هو نتيجة عن جرثومة، لا التهاب توف، يعني التهاب جهة، ممكن ندخل بعدين في بعض التفاصيل. يعني هذا من جهة اللي هو الأمراض المتعلقة بالالتهابات. هناك أمراض متعلقة بالضعف، كيف ما نسميه هشاشة العظام. هذا ضعف يصيب العظم في مرحلة معينة وفي سن معينة، العظم يضعف بكل بساطة، وهذا نسميه الهشاشة. هناك أمراض تصيب المفصل ميكانيكية، كيف الخشونة، يعني المفصل يعود كان أملس في سن معين، مازال رجاج صغير، مازال مفصله أملس، مازال لزج، في مرحلة معينة يعود عاد أحرش، أو اللي نقال له الخشونة، الناس تقول له الاحتكاك، والله تحاكي المفاصل. كذلك الأورام قد تصيب الجهاز العظمي، قد تصيب الأورام كذلك كأي أورام. هناك أمراض أورام حميدة، كيف تقول الناس جرانة تعود في العظم، هناك أورام خبيثة، كيف عضو الله سرطانات. هناك بعض التشوهات
اللي قد تصيب العظام تشوهات خلقية، يعني يشير والله ذاك يخلق عنده تشوهات عظمية، تشوهات في المفاصل، عنده عظام ناقصة، عنده عظام مشوهة، هذا أيضا من الأمراض اللي قد تصيب المفاصل. هناك الحوادث اللي تصيب العظام المفاصل اللي هي الكسور واللي هي الخلوع واللي هي الجراحات، هذه كذلك قد تصيب العظام المفاصل. لكن هل البعض لا يعتبر أنه سرطان العظام هو شيء شائع؟ سرطان العظام، سرطان العظام موجود وشائع وخالق، ما هو ربما تعود نسبته ما هي بذلك الارتفاع، غير موجود، نلاقيه للأسف شديد يوميا. ما هي أسبابه؟ ما الأسباب التي قد تكون وراء مرض مثل هذا؟ موضوع كبير، لأنه السرطانات سواء في العظم أو في غير العظم ما نقوله أسباب. إحنا الأمراض الأخرى عينا نقوله عندها أسباب معينة كيفت وكيفت نحسبوها، لكن موضوع السرطانات نقوله فيه عوامل ما نقوله فيه أسباب، نقوله فيه عوامل فيزيائية، في عوامل كيميائية، في عوامل وراثية. إذا يعني نفس عوامل السرطانات الأخرى، نفس عوامل السرطانات الأخرى هي نفس عوامل السرطانات. نعم دكتور، لنتحدث قليلا عن هشاشة العظام، كيف تحدث ولماذا؟ هشاشة العظام فيها عوامل كيف، ما نبغي نقول كيف الأورام، يقال فم عوامل معينة، يعني فم عوامل متعلقة بالسن، يعني في سن معينة بعد 40 بعد 50 60 حسب الأشخاص، في أشخاص قد يصلوا إلى 80 سنة ما عندهم هشاشة، لكن هو السبب نقول عوامل، لأنه لو كان السبب يعود لازم، يعود أي رجاج وصل ذيك السن يعود يجي، ولذلك هو عامل، يعني عامل قد يؤثر عند بعض الأشخاص نتيجة لعوامل أخرى زي كيف العامل الجيني، يعني الجينات مؤثرة، عامل وراثي، الجين والوراثي مختلفين شوي، عوامل تغذية، عامل الجنس، يعني أكثر هو عند النساء من عند الرجال، فترة انقطاع الدورة، يعني هذه العوامل المجتمعة قد عند بعض الأشخاص تسبب هشاشة العظام. لنلخص نقول لأنه مثلا الحالة اليسرى هو رجاج كبير في السن، خصوصا أكثر هو عند النساء نتيجة العوامل الهرمونية، عامل غذاء تكون فم غذاء يكون في مرحلة معينة ما كان متوازن، هذا كله يجمع ويسبب هشاشة العظام. إذن هشاشة العظام تصيب النساء أكثر. أكثر نعم. إذن لازم المرأة تكون أكثر حذرا فيما يتعلق بموضوع هشاشة العظام. طبعا إذا بغيت نتكلم عن وقاية. نعم أكيد بالتأكيد. بعض الإجراءات اللي وإن كانت دائما نقول عن يعود رجاج مهيئ جينيا والله مهيئ وراثيا، يعني يعود فيه مرض معين كيف هشاشة العظام، ذاك التهيئة اللي عنده إلي ما تصاحبها بإذن الله عوامل كيف في التغذية تعود كانت سيئة، عوامل البيئة نقوله إحنا، يعني فهم العوامل الجينية البيولوجية والأنفيرونمان اللي هو البيئة، هو يقدر يشتغل الجيني ما يقدر يشتغل عليه، عليه يشتغل مفروغ منه، عليه يشتغل على الغذاء، عليه يشتغل على الرياضة، يعني اللي تعود رجاج تغذيته تعود متكاملة، يعني متكاملة كيف تعرفوا فيها البروتينات، فيها الفيتامينات، فيها السوائل، يعود رجاج يعدل الرياضة، بالمناسبة مهم الرياضة، مهم أهم شيء في العظام المفاصل الرياضة، الرياضة والتغذية، اللي تعود رياضته يعدل الرياضة، رياضة مشي، رياضة عضلات، مهم تعود في رياضة العضلات يشتغلوا، ويعود فم التغذية حسنة، ويعود الشراب حسن مرتاح. نعم. هذه من المسائل اللي تنقص من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام. نعم ونذكر الوزن أيضا، نحن كمجتمع موريتانيا الوزن جاي أكثر، هو أكثر تأثير الوزن في الخشونة أكثر من الهشاشة. ما له علاقة بالهشاشة؟ بعض الدراسات تقول أنه العكس، الناس اللي زايد وزنها يعتود أقل الهشاشة، ما هو عامل من العوامل كده. طيب ذكرت النظام الغذائي، لكن هل الجغرافيا علاقة ببعض الأمراض التي تصيب العظام؟ الجغرافيا عندها علاقة، المناخ الجاف الرطب عندها علاقة خصوصا ببعض الأمراض الجرثومية، لأن الجراثيم كتوزع البشر في مناطق جغرافية تتوزع كذلك في مناطق جغرافية، يعني مثلا عندنا ذا اللي نقوله له بروت يقولوا البيضان اللي هو الميستوم، الميستوم عبارة عن جراثيم تصيب آيات الأنسجة اللي ما هي عظمية، يقير في مرحلة معينة آيات تصيب الجهاز العظمي،
هذه موجودة في بيئات معينة في جغرافيا معينة. إذن أكثر هي الرطوبة وعوامل الطقس. ما هي مؤثرة التأثير اللي معتقد الناس؟ البرد يوجع العظام، يقير كعامل. كيف ترقاج دائما نمثل لما نقول لهم كيف ترقاج توجع درسه فيه السوسة، تعود فيه السوسة، يعود اللي يشرب شي بارد والله شي حامي توجع درسه. ما معناها على أن ذر يشرب هو بارد والله حامي أنه دخل فيه السوسة، ما معناه أنه جاب له المرض، هو عامل توف يزيد الألم، يزيد الإحساس بالألم. طيب لنرجع قليلا إلى موضوع الخشونة، هل هناك حلول جراحية للخشونة؟ موضوع مهم جدا. الخشونة تشترك مع الهشاشة اللي تكلمنا عنها في أغلب العوامل، كيف تعامل السن وكيف تعامل التغذية إلى آخره. لكن خصوصية الخشونة عنها الهشاشة اللي نتكلموا عنها نتكلموا عن العظم، يعني العظم خاطي المفصل، وفي عظم وفي مفصل. واضح. المفصل هو مكان التقاء العظمين، والله ثلاثة عظام والله أربعة، المهم بالالتقاء العظام أطراف العظمية هو اللي قالوا المفصل. الخشونة دائما تجيب التقاء المفاصل، وخصوصا المفاصل اللي عليها الوزن، الركبة ومفصل الرجلين، وتقد تجي لفلك الفقرات، وتقد تجي لأي مفصل، لكن هذه هي أكثر المفاصل اللي تجي الخشونة. هذه عامل الوزن كما ذكرتي مهم حتى فيها. الناس اللي عندهم زيادة وزن دائما عرضة أكثر من غيرهم لذيك الخشونة اللي تجي في المفاصل. الخشونة حسب مراحلها نقرر العلاج. نقول على المرحلة استد، مرحلة واحد علاج ميديكال، يعني أدوية تعطى، مسكنات، مهديات، فيتامينات، عن نصائح معينة قاعد ينقص الوزن. ابتداء المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة الرابعة كل مرحلة لهم عندهم خصوصية. فمراحل عيادة تحتاج لبعض الحقن، فمراحل عيادة تحتاج لجراحة، والجراحة أنواع وناجحة، وبالمناسبة تمارس الحمد لله في موريتانيا بنجاح. يعني فمراحل معينة، لأنه الناس دائما عندها تصور مازال مؤسف في موريتانيا، تقول لك عمليات الركبة، الركبة ما تعدل لها عملية. هذه من العبارات الشائعة، تعدل لها عملية وتنجح عمليتها. يا غير الطبيب هو اللي يختار المرحلة اللي تحتاج هي ذيك العملية. شنو هي أكثر المراحل اللي ممكن تحتاج عملية واللي ممكن تنجح فعلا؟ مرحلة اثنين ومرحلة أربعة غالبا. احنا ما نقولوا عن الطب ما وكيفة الرياضيات اللي واحد زايد واحد تساوي اثنين، نقولوا عن واحد زايد واحد تساوي ثلاثة تساوي أربعة في الطب. يعني الطب عندك ياك تقبل القرار كان ذا الشخص يحتاج الجراحة، تعتمد على المرحلة، تعتمد على الوزن، تعتمد على حتى النفسية، تعتمد على حتى الشكل، تعتمد على كل شيء. الطبيب الناس ما تشوف العملية الحسابية اللي يقبل عليها القرار، غير بصيفة بعد مجملة الصنفين اللي دائما نجرو فيهم العمليات ونقترحهم هم الصنف اثنين وأربعة. علاش تقولوا لي رصفت الصنف ثلاثة؟ باللي المرحلة رقم اثنين العملية تعدل فيها بسيطة، قالها عملية تقويم ما نمس المفصل، يعني نقوم. ربما مثلا نضرب لك مثال، الركبة فيها احتكاك، يعود من العوامل اللي تأثر والله، يعود أصلا ودات الاحتكاك عن الصاق فيه عوجاج. الناس اللي فجح مثلا فجح أكثر هي عرضة من غيرها الاحتكاك، خصوصا منطقة معينة. نعدل احنا عملية تقويم، نسقموا به الفجحة، تلقائيا يعتدل المفصل ويوقف الاحتكاك. ذاك الفات جا منه جا يقدر يختفى آلامه باللي الضغط ماتل في نفس المنطقة. إذن هذا نعدله دائما في مرحلة اثنين. مرحلة ثلاثة ذاك ماتل من زي الشيء ده هو اللي ما نعدله فيها عملية، وما فات عاد مرحلة متقدمة كيف أربعة اللي تحتاج لجراحة أعقد، لأن مرحلة أربعة عاد المفصل لا بده يغلف. عاد المفصل لا بده يغلف، هي عبارة عن بروتيز. في المرحلتين سولتي نجاحهم كلهم تنجح، نسبة نجاحهم مرتفعة بالمناسبة. هو نقول إحنا على العملية اللي نعود الشخص فاصل فيها غالبا تنجح، وبصفة عامة نسبة نجاح عملية العظام المفاصل 95%. طيب نلاحظ وجود حالات من أمراض المفاصل يأخذ فيها المريض المسكنات، يقول لك لا أستطيع عمل العملية لأن كيف ما قلت قد تكون خطيرة، أو هو يعتبرها خطيرة فيأخذ المسكنات لفترات طويلة، وبالتالي هل هذا قد يؤثر بشكل خطير جدا على المفصل؟ سؤال ممتاز جدا. باللي المسكنات
لفترة طويلة احنا ما ننصح به، خصوصا المسكنات القوية اللي قالوا مضادات التهابات. وراي بالمناسبة الناس عيات تبالغ في خطورتها، وعيات اللي تعود غير مبالية وتقبلها بكثرة، هو الوسط فيها. شي الناس مثلا يقول لك هي خطيرة على الكلى، خطيرة على كذا، أمراض الأعصاب، حتى شي الناس يسمي مضادات الآلام التهابات يقول لهم أدوية الأعصاب، هذه عبارة عن مسائل شائعة عند الناس ما هي حقيقية. هو المسكنات غالبا مراحل، في مسكنات عادية كيف الباراسيتامول، في مسكنات متوسطة، في ذا اللي قالوا مضادات التهابات، وفي مسكنات أخرى قوية دائما تنعطى في مجالات أخرى. اللي قالوا تحديدا مضادات التهابات اللي الناس دائما تشد أخباره، كثرة استخدامه ما هي زينة، خصوصا في المعدة، ومع طول الزمن، طول الزمن ذي كراهية طويلة قد يؤثر تأثيرات أخرى. احنا دائما في الطب الخيارات كيف ما قلت لك تعتمد كيف الميزان، نخرصوا الإيجابيات ونخرصوا السلبيات ونقبل القرار الحسن. لنعود رجاج بدأ يفصل في المسكنات بصفة طويلة المدى، ديك ساعة نقول لا، نقول أخير لك عدت تداويها جراحيا، هذه عيات من الأسباب تدفع عن الاقتراح الجراحة. دائما يجينا رجاج مثلا في المرحلة الرابعة نقول له أنت ورك إلى عاد الألم ما هو متين، بالمناسبة يعود مرحلة الرابعة والألم ما هو متين، عاد الألم ما هو متين، المسكنات ما تحتاج لها ما هو مرة نادرة، هذا جيد، العملية ما لك محتاج لها، والمسكنات ما دمت تأخذها بجرعات ما هي متينة تقدر تم تقبلها. لنعود رجاج عاد عايش بها يعني ما تلي قد يفتر عنها، لا بدلوا من المسكنات القوية، هذا واحد من الأسباب اللي تدفعنا لنقترح الجراحة باللي ما يقدر يعيش بمسكنات. نقول أنت خيالك بعد الجراحة تسلك من الأدوية وتوفي عنك القصة. ومع المسكنات هو قد لا يشعر بخطورة الموضوع، بخطورة تطور حالته طبعا. هي طبعا طبعا هو اللي تم عايش بهم وتم ينزاد فيها طبعا. طيب دكتور، لنتابع معك بعض النصائح حول صحة العظام ونعود. جديد دكتور، لنتحدث قليلا حول كيف نتفادى الضرر لعظامنا من الصغر إذا كان ممكن. سؤال زين عملي، وليت كل الناس تفكر بالطريقة. هو الإنسان يقول عن الأمور تجيه هكذا، لين تفوت لين تجيه يقول لكنت تأثير تراكمي. إذا كان حد في صغر وعنده ذا من ذكاء استراتيجي وقال لاهي نخطط السنوات الجاية كما يعود فينا، قال مبدئيا بعد اللي تعود التغذية حسنة ويعود الإنسان رياضي، غالبا تعود الوقاية. دائما نقول لهم عن اللي تعود الناس ياسر قدام الطابور قدام بالاستشارات، دائما نقول لهم إذا كانت الناس تمارس الرياضة يعود 70% من الخلق القاعد القدام يعود ما احتاج الاستشارة، لأن الرياضة يعني هو الجهاز العظمي كيف قلتي في المقدمة اللي يعطيه القوام، وعود الجهاز العظمي مستقيم هو العضلات اللي تحميه، مثلولها بما أن ثقافتنا فيها الخيام، مثلولها عن الخيمة عنها أحبالها ينعودوا مشدودين تعود الخيمة متوازنة، ينعودوا الأحبال المرخية تعود الخيمة تميل. كذلك العضلات عبارة هي اللي تعطي العظام دعماتها، وهي اللي تسكنها، وهي اللي تثبتها، وهي اللي تخليها مستقيمة. الناس اللي دائما مثلا تعود هي عواج ظهرها هذه الحال، نتيجة الارتخاء بعض العضلات ترتخى في بعض العضلات عواج. العضلات مهمة جدا، يعني الناس لين تربطوا الليل دير رسالة وحدها تعودوا عدلتوا وقاية كبيرة لمساكن العظام والمفاصل. ممارسة الرياضة
طبعا صفة متوازنة، هذه وقاية كبيرة لمشاكل العظام سواء الظهر. ياس الناس يشتكي مثلا من ألام الظهر، خصوصا الناس اللي طول القعاد، كيفتكم كيفتنا الناس اللي عمل في ياسر من القعاد عمل مكتبي، اللي انت تعود تمارس الرياضة وتعود تقوي عضلات ظهرها وعضلات منطقة الفخذين ومنطقة الوركين، 70% من مشاكل الظهر تعود ما هي عندها به، اللي كيف قلت العضلات تعود كيف تسينتير، نفس سينتير اللي تدير الناس تعود كيف العضلات. نقول احنا عنها هي سينتير طبيعية، هي التغطية الدعامة، هي امورتيسير اللي تمص الصدمات عن الفقرات وتمص الصدمات عن المفاصل. طبعا مع النظام الغذائي الصحي، طبعا النظام الغذائي الصحي والشراب وهذاك. طيب دكتور، النقرس هو من ضمن امراض العظام؟ النقرس من ضمن الفصيلة اللي تكلمت عنها في البداية، الامراض الالتهابات الغير جرثومية، هو داخل فصيلة التصنيف اللي عندنا احنا امراض الروماتيزمية، مع انه ما هو روماتيزم، معنى الروماتيزم يقدر يدخل في التصنيف معها، هو عبارة عن التهاب في مفاصل يحدث خصوصا نتيجة عن زيادة مادة الأسيد يوريك اللي هو اليوريك، هو يقول له مرض الملوك. الناس اللي تأكل ياسر من اللحم، زيادة البروتينات، اللحم بعدين يتحلل شور الأسيد يوريك، يتراكم في مفاصل معينة خصوصا مفصل الصبع الكبير ويعطيه ألام حادة وشديدة. لكن ألا نحتاج البروتين في اللحوم؟ نحتاج، لكن هو بصفة متوازنة، مبالغة كل شيء سبحان الله، الإفراط لا إفراط ولا تفريط. مع السبب الوحيد ما هو أكل اللحوم وحده، وفهم عوامل أخرى تجي عن تحويل البروتين شور الأسيد يوريك، يخلق فيه اختلال مبرمج في الجسم، يسوى المبرمج شنو، يسوى العامل جابه شنو، يعود رجاج عنده ذيك المشكلة يعود ينيه وكل اللحم ويزيد فيه يعود يجي النقرس. فما خاص توكل اللحم أكثر يقر ما يجي النقرس. طيب ما هي العلاجات المقترحة للنقرس؟ النقرس مزمن للأسف الشديد، يعني الأمراض المزمنة، فصيلة الروماتيزم بصفة عامة أمراض مزمنة. أمراض مزمنة نقولها الأمراض تمشي معها طول الزمن، يعني ما فهم علاج لها نهائي. العلاجات اللي تنعطى لها هي أدوية تنعطى تنقصيك المادة، فيها شيء ينعطى في الفترة الحادة وفيها شيء ينعطى على المدى البعيد، والبقية في النصائح. يعني فهم نظام غذائي معين، شيء كامل فيزيات بروتينات ومسائل معينة، فيه نظام غذائي ينعطى للمريض ويلتزم به، تتباعد عليه الفترات، ما يختفى 100% قد يتباعد. طيب هل لها علاقة بالأمراض المناعة الذاتية؟ في تداخل، ما هو بالنقرس بالتحديد، لكن في أمراض روماتيزم، أمراض الروماتيزم داخل في اللي قال له مرض السيستم، يعني أمراض الجهاز، ما نقول جهاز المناعي، نقول الجهاز كله، لأنها قد تصيب بالإضافة لإصابات العظمية قد تصيب بعض أجهزة الجسم الأخرى، كيف قد تصيب الكلى، قد تصيب الرئتين، قد تصيب القلب، قد تصيب بعض الغدد، لأنها تدخل في النظام كامله. هي إذا عدت تقولي من حيث المناعة عنها تعدل خلخلة وعدم توازن، يعود معك الحق باللي هو المبدأ على الجهاز المناعي اللي كان مجهز ياك يدافع عن الجسم ضد العدو الخارجي اللي هي الجراثيم والاعتداءات الخارجية، يعود متخلط عليه العدو الخارجي ومكونات الجسم الداخلية، ويهاجم المفاصل ويهاجم الكلى ويهاجم القلب. أمراض العظام التي قد تكون عارض لأمراض أخرى كامنة في الجسم، صح؟ كيف كنا نقوله حالا، هو الجهاز العظمي مثلا خشونة الركبة أو التهاب المفاصل مثلا، الجهاز العظمي كيف جميع أجهزة الجسم قد يتضرر نتيجة المرض داخل الجسم. نضرب مثال اللي قالوا السل الرئوي، السل الرئوي قد يصيب الرئتين، نفس الجرثومة تمشي في الدم سيركيلي فيه لا تصيب العظم. إذا أنت إصابة العظمية اللي رأيت أنت هون هي مشتركة، والله زاد ما هي لا في المفصل وحده، خلاط هي تصيب المفصل وكذلك تصيب بعض المكونات الأخرى، هي ليست عارض لمرض آخر، هي ما هي عارض، هي تقدر تقولي عنها عبارة عن تجلي لذاك المرض في العظم، كمان نتجلى في الأطراف الأخرى والله في الأجهزة الأخرى. طيب نصائح أخيرة لجميع الجمهور الذي يتابعنا فيما يتعلق بصحة عظامهم.
اهم النصائح هي اللي فتنا قلنا، خاصه ما قبل الاصابه باي امراض، لانه بعض الاشخاص لا يتداركون المرض الا بعد فوات الاوان، بعد الوصول الى مراحل يعني متقدمه. يقولوا عن من اهم مبدا في الحياه عنك، العوامل اللي ما تقدر تسيطر عليها لا تخمك، توكل على ربك لا تخمك. العوامل اللي تقدر انت بين الله تعالى تسيطر عليها هي العوامل اللي في قدرتك، اللي هو مثلا الغذاء، اللي هو الرياضة، اللي هو الشراب، لين تضبطوا المسائل الثلاثة تكونوا أسهمتوا إسهام كبير في الوقاية ضد كثير من أمراض العظام المفاصل. عبارة عن تغذية تكون متوازنة، يعني ننقص من الشحوم ومن السكريات، عندنا عادة سيئة السمنة، والمشكلة السمنة عندنا احنا انها مسألة ثقافية. صحيح. يعني الناس متجذرة عندها، انا عيد شي من الواقيج نصدم عنه، يمشي من عندي مقتنع انه لا ينقص الوزن، ينقص الوزن يرجع لي يقول لي الناس كاملة عاد تعيبني اني مريض واني خالي واني دريت واني مالي واني ياك ما فيها السكر. دونك مشكلة انه ثقافية احنا ما لنا متقبلين نقصان الوزن. والله بعد عندي ياسر من الناس بدت الناس شوي توعى، للأسف شي دعيات تلجأ له فتعت مضطرة فتمرضت حتى تعود ماتت على شيء. إذن أخبار الأكل يعود من جهة متوازن إياك يغذي العظام المفاصل يكون فيه العناصر الضرورية، ومن جهة يعود ما فيه اختلال، يعني ما فيه زيادة في الشحوم والسكريات، يعود أكثر نقول عن ثلثين منه تكون خضروات فواكه بروتينات وشراب. هذا ما يتعلق بالأكل، ما يتعلق بالرياضة تكون حد يمارس الرياضة، ما أقول للمشي حد مازال صغير مثلا ما يلا يكتفى بالمشي، يلا عود فهم رياضة عضلية، يلا عود فهم مشي حق، يلا عود فهم كارديو. الرياضة لا تسعد متوازنة، لأن هناك البعض يقول أنه المشي بكثرة قد يؤثر على مفاصل الركبة. لا شو الناس تخلط، حد فات عاد في احتكاك متين، والله مشكلة في العظام متينة، نقول له ينقص فيه ما نقول له يوقف نهائيا، نقدر نقول له يوقف أيام الألم. فهم فرق بين أيامك متألم كيف ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع من توفى منه مدى الحياة؟ لا نهائيا. طبيب يعرف شيء ما يقدر ينهيك عن الحركة، نختاره حتى حد يتمي قوطر ويفرصي ويقبل مسكنات والله يعدل العملية يكتم يتحرك، لأن الإنسان لين يتوقف عن الرياضة عن الحركة توفى يعني الموت. إذا الأكل اللي يكون صحي، الرياضة تكون بصفة حقيقية وبصفة عادة، يعني ما هو الرياضة شيء من الناس يعدل الرياضة أيام ويوفى منها، ضروري تكون عادة. طبعا. ونذكر مشاهدينا الكرام أن عملية الركبة موجودة في بلادنا وهي آمنة جدا. شكرا جزيلا لك الدكتور كمال أحمد، أخصائي جراحة وأمراض العظام، شكرا جزيلا لك. هذا كان كل ما لدينا في حلقتنا لليوم، شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، في أمان الله.